أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية أن هناك تضاربا كبيرا في تحديد إطلاق الوجبة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وأن هناك عوامل عديدة تقف وراء تأخير صرفها. وقال عضو اللجنة ستار العتابي إن من بين أسباب التأجيل عدم تحديد أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إضافة إلى عدم الدقة بتحديد الأموال المخصصة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل الحالية غير مهيئة لإطلاق الوجبة الجديدة من رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية. صنف تقرير لمجلة سيو وورد الأمريكية لعام 2021 العراق في مراتب متأخرة في تأثير التراث الثقافي عالميا والسياحة، إذ حاز على المرتبة 62 عالميا على الرغم من الآثار التاريخية التي فيه وتراثه الثقافي الزاخر. ونقلت مجلة سيو وورد عن خبراء الاقتصاد قولهم إن السلطات في العراق أهملت الجانب السياحي ولم تستفد من إيرادات قطاع السياحة المحتملة. وأكد التقرير وجود دول عربية أخرى تمكنت من النجاح في التأثير على التراث الثقافي العالمي والاستفادة من موارد السياحة على الرغم من عدم امتلاكها تاريخا حضاريا موازيا لتاريخ العراق. هذا وانتقدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الإدارة السيئة للحكومات المتعاقبة والتي تسببت بمحاربة الصناعة الوطنية، مبينة أن بعض الشخصيات السياسية الفاسدة تمتلك مصانع خارج العراق وحولت العراقيين إلى شعب استهلاكي. وذكرت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودة أن بعض الشخصيات السياسية تمتلك شركات ومصانع خارج العراق وتتعامل مع العراق كسوق لتسويق منتجاتها الفاسدة، متهمة الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وإلى الآن بالعمل لصالح المنتج المستورد. انخفضت واردات الهند من النفط السعودي بشكل كبير في الوقت الذي يحظى العراق بحصة الأسد من واردات الهند النفطية. وقررت الهند تنويع مصادرها من النفط بعد أن اتهمت منظمة أوبك برفع أسعار النفط على إثر التخفيضات التي أجرتها مؤخرا. بدوره قال وزير الطاقة السعودي إن الرياض تستخدم النفط المخزن لديها والتي اشترته بأسعار قليلة أثناء انخفاض الأسعار بداية العام الماضي 2020. وعلى أثر ذلك حثت وزارة النفط الهندية شركات التكرير المحلية على تنويع مواردها الخام وتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط، ما أدى إلى انخفاض واردات النفط منه من 64% إلى 60% في عام 2019. هذا وصعدت أسعار النفط الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية. يأتي هذا في وقت أكد مراقبون اقتصاديون أن فرض قيود جديدة في آسيا يمكن أن يؤثر على أسعار النفط أيضا مع تصاعد وتيرة الإصابات بكورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 3 سنتات إلى نحو 69 دولارا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس بواقع 8 سنتات إلى نحو 66 دولارا للبرميل الواحد. من جانب آخر، دعا مسؤول ألماني إلى تعزيز الوحدة في أوروبا من أجل النجاح في المنافسة مع الصين وأمريكا. وقال تيمو تويس هوتيجس الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم الألمانية إنه من السذاجة افتراض أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التنافس بأصوات نشاز مع أمريكا والصين. وأكد هوتيجس أن الفرصة الوحيدة المتاحة لأوروبا لاستعادة مكانتها في هذا الصراع بين أمريكا والصين مرهونة بأن تكون أوروبا موحدة في القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وبقانون مكافحة الاحتكار، في الوقت الذي تمارس الصين فيه رأسمالية الدولة بينما تقوم أمريكا بتشجيع ورعاية صناعاتها.
إلى اللقاء.